كمان شفنا تكريم الفنان الشامي، في كثير الانتقادات صارت انه شاب صغير وبكير على التكريمات، انت شو رايك؟ هذا غلط، هذا كبير غلط. هذا كيف بده يحمله راسه بكره؟ كيف بده يحمله راسه بكره؟ بس قل لي على التكريم أصلاً. لك اذا هذا ابن اليوم انت اللي كرمته، فانا ابن 60 سنه بالفن، شو بدك تحكي عني؟ لك اذا هذا ابن امبارح كرمته انت بهذا الشيء، الي انا ابن 60 سنه بهالوسط فني، شو بدك تقدم لي؟ شو بدك تحكي عني؟ غلط. في كتير ناس صار تقول انه بكير ينحط بخانه اصاله واحلام وهي الاسماء. لا يا عمري، مين هاد؟ حرام حرام، انت بتحط عمالقه وبتجيب انسان غير معروف بدك تصنعه فورا. صعب صناعه النجم، صعب صناعة النجم. النجم بده ناس مهرة يشتغلوا فيه لحتى يصنعوه، أعوذ بالله. كان في أخطاء باختيار الجوائز والأسماء برأيك؟ هذا متروك للبلد المضيف، هن أصحابين القرار بهذا الشيء. أنا ما شفت إلا كل خير وكل حب كل احترام بتكريمهم لكل الناس، وعلى رأسهم السندياني السيدي منواصف.